على شاشة مع الصديقة دوري السابا. رح نتذكر اليوم مسيرة الممثل الراحل جان خضير. صباح الخير دوريس. بونجور. بونجور، كيفك؟ كيفك اليوم؟ تمام الحمد لله. لله ماشي الحال. ماشي، كل ما منقرب هيك على انه البلد رح يفتح بنكون بوزيتيف اكثر، على امل ان شاء الله انه عن جد يفتح البلد وشوي شوي هيك نرجع نبلش نستعيد حياتنا الطبيعيه. يعني بوزيتيف، بس بنفس الوقت دوريس في خوف، يعني عم نسمعها هيك انه كمان في خوف من فتحه البلد، لانه يعني بعد الارقام عاليه وبعد رقم الوفيات كل يوم الرقم كثير مخيف. ان شاء الله خير على كل حال. اليوم رح نتذكر سوا مسيره الممثل الراحل اللي فقدناها الاسبوع جان خضير. صحيح، يعني اول شيء تعازينا لعائلته الكبيره وعائلته الصغيره كمان وكل الفولورز تبعه ومحبينه. بتعرفي الممثل جان خضير عنده مسيره كثير حلوه بالتلفزيون بالمسرح، وهيك كورونا خطفته منها، والعن جد يلي بيزعل بهيدي الفتره انه عم نخسر اشخاص وما عم نقدر نكرمهم هيك مثل ما بيستحقوا، ما عم نقدر نودعهم. يعني الشخص بيروح وخلص، يعني راح، يعني ما عم نوعه، ما عم نصدق لانه مش عم نودعهم. يعني يمكن هيدا اصعب شغله انا حكيت فيها، انه نحن لنوعى على شو عم بيصير، انه حتى اللي عم بفلوا اللي بنحبهم عم بفلوا من دون ما نودعهم، من دون ما نشوفهم، من دون ما نمسك ايدهم باخر لحظات، لانه كله عم بفل خايف. و صح نسرين، هيدا الشيء عن جد بزعل، فعن جد الله يرحمه. تعازينا برجع بقول لعائلته الصغيره والكبيره. معروف الممثل جان خضير هو من منطقه الشمال، وبالتحديد من صغرتها من ضيعه اسمها علما، وهو مشهور كثير باعماله، ان كان اعماله المسرحيه لانه شارك بعدد كثير كبير من المسرحيات، او اذا بدك هو معروف للببيك باعماله التلفزيونيه وخاصه الكوميدي. هو بيلعب كثير منيح ادوار الكوميدي، وهيك اذا بدك كمان اشتهر جان اذا بدك كميه الامبروفيزاسيون والارتجال يلي بيقدر يعمله، سرعه البديهه تبعه، وهيدي خفه هالكاركتر يلي بفوت على القلب حتى لو كان عم يلعب ادوار منا، يعني الكاركتر بيكون اذا بدك في بقلب داخله الشر. ف مشهور بكل هالقصص، وخاصه انه اذا بدنا نقول نسرين هو من اول ما بلش مع التلفزيون، يعني ما عمر المسيره تبعه او الكارير تبعه 10 و15 سنه. نعم. خلينا نشوف اذا بدك اول فيديو هيك لمحه سريعه عنه ومنكفي كمان حديثنا عن اعماله. يلا بنحضر سوا. دوريس، يمكن اكثر دور بالمعلمه والاستاذ علم، وتحسي انه يعني كل شيء انعمل قبل وبعد ما اعطى هيدا الصدى اللي اعطاه دوره بالمعلمه والاستاذ، بس هيدا العمل الباقي لليوم مش معقول براسنا. هيدا هيك العمل لسرين ككل مع كل الممثلين بعده لهلا بينعاد على كثير من التي في تشانلز، وبعد العالم بتحبه، وبعده الجيل الجديد، على فكره الجيل الجديد كثير عم يتفاعل معه، ورح نحكي عن هذا الموضوع هلا. بس بدي اقول لك قبل شغله، مثل ما شفنا بالفيديو جان خضير علاقاته مع السياسيين كانت كثير ناشطه، بس ناشطه بالمعنى البوزيتيف، بمعنى انه كان كثير يشتغل على الصعيد الاجتماعي وعلى صعيد ضيعته. فهو ترشح على البلديه وكان نائب رئيس بلديه علما، وكمان اخذ الانتخابات النيابيه واطلق شعار انتخبوا يلي بيمثلكم مش يلي بيمثل عليكم. صح. كمان هيدا الشيء هيك كان ان بارلل مع اذا بدك مسيرته، ومعروف قد ايه كان خدماتي، قد ايه كان بحب العالم، وقد ايه كان يركض للعالم، فكان بيسوى نذكر هيدا الشيء. لنرجع للاعمال،
أكيد أول عمل اشتهر فيه المعلمة والأستاذ اللي انعمل سنة 98 مع الممثلة هند أبي اللمع والممثل إذا بدك إبراهيم العشري، وهيك إذا فينا نقول نخبة كتير كبيرة من الممثلين اللبنانيين يلي عن جد منفتخر فيهم. والحلو بجانب بهيدا الدور انه كان عم يعتمد على اللهجه تبعه، اللهجه الشماليه وبالتحديد اللهجه الزغرتاويه، ما تصنع، مشان هيك الناس اذا بدك حبته وتقبلته. وكان حسيته قريب، حسيته قريب صح، وكان مثل ما قلت لك قبل كثير مشهور بالارتجال، فكان يظهر عن النص وكان يكفي، يعني ما كان في شيء يوقفه لجا. كمان معنا فيديو هيك صغير كمان خلينا نتذكره بمقطع. لو هلكتني صرنا باخر المنطقه، وين بيتكم؟ وحيات عيونك كان ها. شو يعني كان ها؟ شو مش لوحده؟ بدي يكون انا ضيعت وجبتك عن طريق ابعد. وليه عم تبعدني؟ مشان تفرجي اهل الحي اني ماشي مع المعلمه. تعال تخلصني بقى وتدني على بيتك وتاخذني على بيتكم، انا عندي شغل. فشخه فشخه قصه فشخه. صار لك ساعه بتقلي فشخه، خلصني بقى. بس هالفشخه ها ولو؟ تفضل. اهلا اهلا، تفضلي اهلا. اهلا اهلا. تفضلي ارتاحي حضرة المعلمة. شو مبين مش شايفة مرتك؟ هلا بتجي. من وين بتجي؟ بتكون بالأوضة عم تظبط حولها وترتب حولها مشان تقولي عنها إنها مرتبة. طيب روح عيط لها، أنا مستعجلة جا. ما قلت لك إنه منعتني فوت على الأوضة تبعها. طيب كيف بتعرف إنه نحن هون؟ ما تخوف، هلا بتكون ناظرة من الشباك وشافتنا جايين. شو هيك يا جا؟ ابدا، نسيت اسالك ايش بتحبي تشربي، قهوه ولا شاي؟ هلا بس تجي مرتك نشرب كلنا سوا. لا هلا اذا عرفتني انه جيتي لهان وما ضيفتك بتسبي لي بقتل الليل. ولو لهالدرجه؟ طيب نشرب قهوه. كيف بتحبي؟ دوريس بعدها معنا دوريس؟ يس معك. ايه خبريني شو بعد فيه؟ كمان من الادوار، وهون بدي اقول شغله انه هيدا الدور كنت احضره وانا وصغيره وكنت خاف منه على فكره، دوره بنساء في العاصفه يلي انعمل سنه 97 مع ورد الخال ورولا حماده، كان كثير خوفني الدور. وهو هيك عنده يعني عنده طله على الشاشه، يعني بيقدر ياثر عليك ان كان عم يلعب كوميدي او عم يلعب حاله دور ثاني، خلص بتركزي معه بتفوتي للاخر معه بالكاركتر. هيدا العمل هو من اخراج جان فياض واكيد من كتابه شكري انيس فخوري، وشارك بكثير اذا بدك من الاعمال بربر اغا، اربع مجانين وبس كمان يلي اشتهر فيه، وكمان كان عنده اذا بدك كمان مسلسلين مع الكاتب شكري انيس فخوري. ان باراليل كان كمان عم يشتغل على يشارك بمسرحيات بادوار صغيره وبادوار كان هو يخترعها وبكاركترات كان هو يجسدها. كمان معنا فيديو خلينا نحضره ونرجع بنعلق عليه. ايه عادي غلط. لكن ايش يا حضرة المعلمة؟ أنا اللي عم بسأل وأنتوا اللي لازم تجاوبوا. اسم جبنة أجنبية؟ أجنبية؟ يا أجداد؟ لكن ايش؟ المورال هي الحكمة اللي بنستنتجها من القصة اللي عم نقريها. طيب والحكمة لها علاقة بالحكمة؟ الحكمة؟ قصدي بالدكاترة. لك شو دخل المورال بالدكاترة؟ هلا كنتي عم تقولي حكمة. تعرف تسكت بقى يا جون؟ خلص بقى. كان نصكم مجنن ليه؟ هلا كلكم حتجنن. دوري اخر شيء بدي اقوله نسرين قبل ما نختم، انه مش مزبوط انه جيل جديد ما بيعرف جان خضير، لانه هيك على طول بنسمع ما بيعرفوا المعلمه والاستاذ، وانه نحن هيدا الجيل مش معود على هيك نوع اعمال. لا اصلا نعيدوا كثير دوريس، نعادوا هول الاعمال كثير، يعني لليوم تلفزيون لبنان بيعيدهم.
ومش بس هيك نسرين، الحلو انه جيل جديد على طول بيلاقي قصص مبتكره يعملها ليتذكر الاشخاص. يعني انا كل هالفيديو شفتهم على فيسبوك، اخر فيديو رح نشوف شفته على فيسبوك، جيل جديد على طول بحب يركب قصص فيديوز من مسلسلات حضرها قبل هيك فاني. وبهيدا الوقت بذات الوقت اذا بدنا نقول بتكون نوع اوف فان جوكس، وكمان بيكون عم يتذكر هول العمالقه تبعنا يلي قدموا كثير للتلفزيون اللبناني، وكانوا اذا بدك اذا فينا نقول من مؤسسينه. هيدا كان كل شيء، وبعد عنا فيديو اذا بدك نحضره. شكرا دوريس، رح نختم مع هيدا الفيديو. وينني ولادك يجي يشوفوك هلا؟ وانت يا نوتك فرحان كثير؟ قوموا الحقوا، قوموا وقف حده. يلا 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 وقف حده، وقف حده، وقف حده. يا الله انا ما عملت شيء، هو اللي اعتد علينا. قلت لك وقف، ما زالك هيك عم تشارع انت كمان. هلا بدك تقف بالمقلوب، راسك لتحت واجريك لفوق. خليها على اجري لاني بدوس. قلت لك راسك لتحت واجريك لفوق. يلا الله يرحم الممثل جان خضير. نحن قدرنا قولي يعني نودع كبارنا هيك بطريقة بتزعل وفلوا هيك على غفلة وعلى السكيت.